معايا عبر الهاتف الآن، وأنا اتكلمت عنه كتير النهاردة في المقدمة، وهكرر كلامي دلوقتي تاني قبل ما أخده معايا على الهاتف. واحد من أرجل اللعيبة، يعني واحد من الأسماء الكبيرة في النادي الأهلي، واحد بقى من الجيل الذهبي بتاعك والجيل الذهبي دلوقتي، عشان أنت كنت بتضايق من مقارنة الأجيال، ومن كل الأجيال العظيمة ديت، واحد من أهم اللعيبة اللي عملت شغل عظيم جدا النهاردة في المباراة كمباراة وعلى مدار البطولة وعلى مدار الفترة الأخيرة اللي بيقضيها مع النادي الأهلي، عامل شغل محترم جدا في خط دفاع النادي الأهلي، والأهم كقائد للنادي الأهلي، كابتن الكبير كابتن رامي ربيعة. ألف مليون مبروك عن كل استحقاق وجدارة للأهلي، وليك بشكل فردي. الله يبارك فيك يا كابتن كريم، والله يبرحب طبعا بالكابتن حسن مصطفى، يعني قيمة وقامة، يعني ربنا يكرمكم وربنا يخليكم طبعا على المداخلة الجميلة دي. حبيبي ربنا يخليك. عايز أقول مبروك يا رامي على البطولة، وانت مثال كبير جدا للعيبه، لازم اللعيبه كلها تتعلم منك. انت تعبت جدا في مشوارك، اتصبت فترات طويله جدا، وكنت بتقعد بالسنين بعيد عن النادي، بعيد عن اللعب، بس انت دايما بقول ان اللي بيجتهد وبيتقي ربنا وبيجتهد وعايز يلعب، في الاخر انت ربنا كرمك وكسبت النادي الاهلي بطولة افريقيا ال 12. بالظبط يا كابتن، حضرتك جبت النقطة المهمة، ان انا ما اهتمش بأي حد خالص، كل بالزبط. اللي بيتكلموا دول ولا هيفيدوني بحاجة ولا هيزودوني حاجة، كل دول صفر على الشمال بالنسبة لي. بالظبط. الواحد بيعمل وبيسعى وبيشتغل لربنا بس، ماليش دعوة بأي حد تاني. انت في نقطة كويسة انت فتحتها في الأول، أنا كنت هنا حتى في رقم 10 كتير بتكلم في النقطة ديت، ان انت من أكتر اللعيبة اللي أحيانا يهدر حقها بالزبط. في كثير من المواقف والمباريات اللي في منتهى الصعوبة، والله كنت دايما ولا فريق لي، المهم بعمل ربنا، عشان كده ربنا بيديها لي من أقرب الأبواب، فالحمد لله الحمد لله، ولا فريق لي تتكلم عني حلو تتكلم عني وحش. أنا عارف أنا عايز إيه من شغلي ومن حياتي، ومش دعوة بأي حد خالص، اللي عايز يتكلم وحش يتكلم كلام وحش ولا فريق لي، فالحمد لله يعني. وفي نقطة مهمة كمان يا كابتن رامي، إن أنت ساعات حتى لما بتبعد، حتى لو مش بالإصابة، وجهة نظر جهاز فني لا أزمة ولا مشكلة ولا حوار، وانت بقى من الكباتن التاريخيين للنادي الأهلي النهاردة، تاخد 6 بطولات أفريقيا، لان زي ما قالك كابتن حسن يعني انت بتشوف شغلك وبتراعي ربنا في شغلك وبتركز قوي انك ماكش دعوة بحد، فهو ده السر، انك تركز مع نفسك، ما تبصش حواليك مين اللي لاعب مين اللي ملعبش، ما تقعدش تشغل نفسك وتاخد من وقتك وتفكيرك ومجهودك اللي حواليك بيعملوا ايه، انت تركز انت عايز تعمل ايه. صحيح صحيح. دي النقطة. الهدف المبكر النهارده اللي انت شاركت فيه وكمله لاعب الترجي مشكورا يعني بجنب محترم جدا، بعد الهدف والفرحه بتاعتك كلنا كنا فرحانين معاك، ضغط كبير جدا على دفاع النادي الاهلي، وانت بصراحه وكل زمالك عملتوا مباراه كبيره جدا يا كابتن رامي. الحمد لله هتكسب، يعني بعيد عن الجون ده رزق بتاع ربنا طبعا، فالحمد لله الحمد لله، زي ما انت قلت كده يعني مجهودي كله راح النهارده الحمد لله على الهدف. وبشكر زمايلي كلهم بدون استثناء، كان في انكار ذات في الملعب، كان في تضحيه، كان في تركيز مع بعض، كان في ان احنا واقفين مع بعض كلنا رجاله لاخر دقيقه، لان طبعا في ضغط وانت بتلعب على ملعبك ومش يعني هتدي كل اللي عندك، يعني الجمهور دي ما ينفعش تنزل زعلان. صحيح. فانت كنت مضغوط اكتر منهم، يعني جينا الشوط الثاني بس شويه زي ما انت قلت ضغطت، لان ده طبيعي من كتر الضغط، بقالك اسبوع مضغوط، فانت الحمد لله بشكر زمايلي كلهم رجاله وكلهم على قد المسؤوليه، الحمد لله عدت على خير الحمد لله. انت لما تيجي تلعب قدام حارس مرمى له خبرات كبيره زي محمد الشناوي، هتبقى مطمن انت ومحمد عبد المنعم وباقي زمايلكم. يعني مصطفى الشبير عمل بطوله عظيمه جدا يا كابتن رامي، وكان هو امال ليكم زي ما انتم كنتوا امال لي على طبعا مدرم. شلنا في ماتشات كتير قوي بصراحه، يعني مصطفى ربنا يكرمه وهو مستقبل الاهلي، شلنا في ماتشات كبيره وكتيره وبره ملعبنا وجوه ملعبنا، فاتمنى له التوفيق وربنا يكرمه طبعا. وكابتن الشناوي طبعا كبير طبعا برضه، يعني عمره ما بخل ولا عمره اثر في النادي الاهلي، بالعكس ده شالنا بطولات وجاب لنا بطولات، فيعني لا يعني الاثنين بصراحه دي بتديك تقل في الحته دي، انك مطمن في اثنين ما يتخافش عليهم. فاتمنى اللعيبه كلها يبقى، احنا عندنا في الاهلي ما فيش حاجه اسمها بديل. أيوة. يعني اكيد كابتن حسن مصطفى عارف حاجه زي كده، ما عندناش حد نجم الاوحد، مش أيوة. موجود عندنا يعني. أيوة. ما فيش رامي جاب الجول النهارده وربنا ما فارق لي، احنا كسبنا، ما فيش حاجه اسمها رامي كسب، ما عندناش الحته دي في الاهلي خالص. عندنا عشان كده بقول لك بشكر اللعيبه كلها على انكار الذات، احنا كلنا واحد. صح. كلنا واحد. وبعدين الشناوي ولا طبعا. شوبير ولا رامي ولا ما فيش الكلام ده خالص، كلنا واحد، النادي الاهلي اللي كسب. هايل. كان دايما يتقال انه مش يتقال، هو ده الواقع، انه لعيبه النادي الاهلي كلهم نجوم، فطبيعي مش كلهم هيلعبوا طول الوقت، وطول الوقت الكلام انه رامي زعلان، الشناوي زعلان، مصطفى زعلان، سين زعلان، صاد زعلان،
هل الكلام ده بيحصل؟ برضو كريم، ما هو انا لو كريم لو خدت مكانك في بوزيشن في البرنامج دلوقتي مش هتزعل؟ هتضايق لو ما زلتش تبقى سوري يعني، ما طبعا مش خايف على البوزيشن بتاعك ولا بس عندك مش في الشغل يعني، بس مش هخش اتخانق معاك، تبقى متنحرر، بس ده ما يأذيش زميلك. فاحنا بنزعل اه، بس باجي في وش زميلي بضحك بعامله كويس يعني. انت اكيد شفت الفرحه النهارده، كلنا بنجري على بعض وكلنا رايحين نبارك لبعض، فما فيش حد بيبقى زعلان من اللعيبه، لان عارفين ان اللعيبه ما بينها وما بين بعضها يعني كلنا نتمنى الخير لبعضنا، بس صحيح. القرار في ايد المدير الفني، فده مش بتاعته خالص يعني. انت روح اتكلم مع مدير الفني، ما تكلمش مع زميلك. احنا متعودين على كده في النادي الاهلي. صحيح. جمهور النادي الاهلي النهارده حاجه فوق العظمه بشويتين كالعاده يعني، بصراحة يعني الدنيا حلوة قوي، وكان نظام، وكانت الدنيا بيشجعوا باحترام، حتى المراسم التتويج كانت حلوة جدا ومحترمين. لا يعني جمهور بصراحة مثال النهاردة يعني، الحمد لله ومكسب ليهم طبعا. وانت النهاردة بتحقق البطولة السادسة ليك بشكل شخصي في بطولة افريقيا، احساسك ايه يا كابتن روبي؟ لا احساسي مش مصدق يعني 12 واخد منهم 6، فده احساس يعني تحس ان نص البطولات انا واخدها، فاحساسك طبعا ما يتوصفش. مبسوط جدا 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 باللي انا وصلت له. اتمنى لسه مزيد مع النادي، زي ما قلت لك اللي بيبقى موجود في النادي الاهلي ده حظه ايه يعني، كل يوم بطوله بس يبقى مركز ويبقى قد المسؤوليه. فده اللي بيفرق. كنت بتكلم لعيب النادي الاهلي، كنت بتكلم مع كابتن حسن من شويه، اتكلم في 117 سنه اهلي، 150 بطوله في كل محليه او افريقيه، انت بتتكلم بمعدل اكتر من بطوله في الموسم الواحد. نادي عنده استمراريه كل هذه السنوات ما عملهاش اي نادي في العالم، واكبر انديه. انا بقول لك حتى يعني انا اسف بس مع مقاطعتك، الانديه في الدوري لو لعبوا ماتشين ورا بعض بيقول لك احنا بضغطنا. تخيل انت النادي الاهلي ومش الناس مش عاجبها يعني، في رامي لو لعبوا 3 4 ماتشات يقول لك هم مجهدين. بالظبط والله يا كابتن حسن، والله العظيم يا كابتن احنا مضغوطين من اول الموسم يعني. انا هتكلم عن نفسي، بعد المنتخب والماتشات الوديه اللي عملها كابتن حسام، والله ما خدت يوم اجازه. انا مضغوطين جدا ورا بعض، دوري كل 3 ايام ماتش دوري، بعد كده افريقيا، وداخل بقى في الضغط لانك بتلعب قبل النهائي ونهائي، وفي الدوري انت عايز تحسن صورتك، كل ده ضغط. الناس بس لما بنتعادل ماتش ما بتفتكركش اي حاجه خالص. ده دليل ان يعني لو الانديه الثانيه بتلعب ماتشين ورا بعض في نفس الاسبوع بيكسبوا ماتش ويخسروا الثاني، ومبررهم للثاني يقول لك عشان مجهدين. طب انت امال احنا السفر ورايح جاي، بس ده طبع النادي الاهلي، فاحنا متعودين على كده وما بنهتمش بكلام الناس، اللي عايز يتكلم يتكلم. المهم ان احنا عارفين. بس هقول له حاجه، انت برضو عاصرت الجيل بتاعنا وعاصرت الجيل الجديد ده، الطيران بتاعنا كان برضه متعب دلوقتي. يعني يا نهار ابيض يا كابتن حسن، كنا بننزل ترانزيت ده احنا متدلعين. ايوه دلوقتي متدلعين، عشان بس تفهموا الناس الامور. احنا كنا بنقعد في المطار يعني، عايز اقول لك حاجه، اول ما تنزل من المطار تلاقي حته كده تروح حاطط الشنطه وتنام اي حته. ايوه يا كابتن، في الارض بننام، في الارض والله بننام في الارض. ايوه، وبتقعد بالساعات في ترانزيت بقى، لو انت رايح معاها في اي حته يا لو بنتعب، كانوا بيتعبوا بجد. دلوقتي بقت الطياره مثلا خاصه وبتروح على طول دايركت، السفريه بتبقى دايركت على طول للبلد اللي انت رايحها. انما زمان كنا بننزل اديسا بابا نقعد مثلا 4 ساعات 7 ساعات في الطياره عشان ناخد الطياره الثانيه. لا كانت مصيبه. بعد وانتوا بتحتفلوا في ارض الملعب، شايف الناس كاتبه على السوشيال ميديا هنعمل ايه في السوبر، هنعمل ايه في الدوري، ان انتوا ادركوا برضو ان انت بتخلص بطوله وتلاقي الجماهير في نفس اللحظه تقول لك البطوله اللي جايه. انا ما بفكرش في السوبر خالص، انا عايز اتبسط النهارده وهتبسط النهارده وبكره لغايه ما يجي وقت السوبر، وانا يعني الدنيا ما بفكرش في اي حاجه غير ان انا اتبسط مع اهلي وكل حبايبي اللي حواليا يعني، فانا ما بفكرش ولا في سوبر ولا في اي حاجه تاني دلوقتي. عظيم جدا كابتن رامي، انا بهنيك وبقول لك انت عامل موسم عظيم جدا مع النادي الاهلي، كعادتك مش موسم عظيم، عامل مسيره عظيمه مع النادي الاهلي. انا بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا كابتن حسن، شكرا. مليون مبروك.